سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع فيه جهود وزاره الاوقاف لتعزيز العمل الدعوي وتدريب الائمه، وكمان جهود اداره اصول هيئه الاوقاف وتنميتها. واجه سياده الرئيس بتطوير برامج تدريب وتاهيل الائمه بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير اللي بيهدف طبعا الى اعمال العقل في فهم مستجدات الحياه وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها وقد شدد السيد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف. كما وجه السيد الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً في القضاء. وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021-2022 حوالي مليارين وخمسة وثلاثين مليون جنيه، بزيادة قدرها عشر مليون جنيه عن العام المالي 2020-2021، في حين حققت هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات. قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها. كما عرض السيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف خطط هيئة الأوقاف الاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا قيام السيد وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع صكوك الآضاحي والإطعام وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكثيف برامجها للحماية الاجتماعية موضحا أن مشروع السقوق يحظى بثقة المواطنين وبتطور عاما بعد عام حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من سقوق هذا العام حوالي 218 مليون جنيه وذلك بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه وبنسبة زيادة حوالي 53% عن العام الماضي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة وقد وجه السيد الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف الى اعمال العقل في فهم مستجدات الحياه وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف وملء اي فراغ دعوي كان قائما من قبل. وقد عرض الدكتور مختار جمعه خطه وزاره الاوقاف للدورات التاهيليه القائمه والمستقبليه للائمه الى جانب الدورات التاهيليه المتقدمه رفيعه المستوى. التي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزاً، فضلاً عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأهم الدورات التي قدمتها الأكاديمية للأئمة والواعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم. وعرض السيد الوزير أيضاً تطور العمل الدعوي وجهود تكثيف الأنشطة الدعوية وتنوع وسائلها. مما ادى الى استعاده المساجد لدورها الحيوي في التثقيف الديني الوسطي المستنير حيث تعددت الانشطه ما بين برامج تثقيفيه للاطفال وبرامج توعويه للشباب والسيدات ودروس علميه ومنهجيه ومجالس افتاء ومراكز للثقافه الاسلاميه واعداد محافظ القران الكريم فضلا عن اقامه المقارئ القرانيه للائمه وكبار القراء اضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير الاوقاف عرض كذلك جهود الوزاره في التاليف والترجمه والنشر وتيسير العلوم مبرزا بعض النماذج منها واخرها الاصدارات الناتجه عن المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه الذي عقد تحت عنوان الاجتهاد ضروره العصر